ماذا تصنع بالمعجون؟ احسري. عصفور؟ لا. ثعلب؟ لا. يا بكورة فكري. عرفت، عنقود عنب. لا لا أعرف. احذري. أنا عمعم العنكبوت، أنسج أنسج بالحيطان. أنا عمعم العنكبوت في عطشان وفي عمان. هي عرفت. إنه حرف العين، صوته ع. أوه، ماذا ترتدين؟ ماذا ترتدين؟ ما هذا؟ عصفور. عصفور أيضا يبدأ بحرف العين، صوته ع. هو حرف العين، صوته ع. عنب. عنب. عسل. عسل. عود. عود. معلمة. معلمة. والآن سنلعب لعبة حرف العين. لعبة حرف العين، يوبي. سأقول لكم الآن كلمة وعليكم أن تعرفوا أين نسمع صوت في الكلمة، إن في الأول أو في الوسط أو في الآخر. الكلمة الأولى عسل. عسل. أين نسمع صوت ع؟ أول. ماذا سترفعون؟ أي بطاقة؟ جيد. الكلمة الثانية لعبت. لعبت. أين نسمع صوت ع؟ وسط. جيد. ارفع بطاقة الوسط. ممتاز. الكلمة الأخيرة باع. أين نسمع صوت ع؟ أول، وسط أو آخر؟ آخر. جيد جدا، ممتاز يا أبطال. سنقرأ الآن حرف العين مع الأصوات الطويلة. والآن سنلصق فقط أشكال حرف العين في شبكة العنكبوت. هيا بسرعة، فقط حرف العين. هذا حرف العين؟ لا، هذا ليس حرف العين، نضعه هنا. هذا حرف العين؟ لا، هذا ليس حرف العين. هذا ليس حرف الغين، هذا عين. جيد. اليوم تعرفنا إلى حرف العين. إلى اللقاء يا أبطال.